أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوثائق التي ستصدر عن القمة الروسية الإفريقية تثبت وبحق على عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط الهامة التي تجمع الدول الإفريقية بالجانب الروسي. وشدد الرئيس السيسي على التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق الشراكة الإفريقية الروسية الاستراتيجية، إيمانا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في هذا الإطار. إن الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة التي تجمع دولنا الإفريقية بالجانب الروسي، فضلا عن الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة بيننا، لا سيما في مجالات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهدداته، وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية. هذا بالإضافة لتعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا. وإنني أؤكد في هذا الصدد التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية، إيمانا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها، وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية ونظيراتها الروسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى المستوى القاري من خلال رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد، وكذا ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية.